ومن مسائل الصوم أن العبرة برؤية الهلال، ولا ينظر إلى منازل الهلال أهي مرتفعة أم منخفضة، أهو كبير أم غير كبير، فمتى ما رؤي الهلال لزم المسلمين الصوم، وذلك لأن انتفاخ الأهلة كما جاء في الحديث الحسن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أشراط الساعة، وذلك بأن يرى الهلال وهو ابن ليلة فيقال إنه ابن ليلتين، فلا عبرة إذن بمنازل القمر.